Assalamu alaikum, bonsoir. Voilà. كما عودكم نجيكم فيديو طاق نشرح لكم الحاله اللي متواجد فيها وخدمه وين واصله ونقصروا شويه ديدي ديدي كاس دونك كنت راه جبت راسي تما وحدي بعد تلاقيت بوليت حومه صغير يعطيه الصحه يونس جو باس دو سالو بيسمان يونس ايطاليانو سمعت له موسيقى ديسكو بارا تاع ايطاليا روما كذا 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 اكو تشوفو كاين بوني جديد فو فو ديت سي كوا سو بوني زعما جاي مخرطم راسو كبير فهمت عندو شعر كبير على سقم الله شكون من عمركم مخرطم هادشي كيفارا فيه شويه بوب مالي سبحان الله انا اسمو بوب مالي دونك كمية مليحة ما جونا خدينا عند سيد علي عطينا له كارت فيزيت راح يطلع لنا في سيد حشيش بوان سيم دي بوان كوم كونتون سيد علي في سيد تاعنا صافي بليزير ونخدمو مع خوها حشيش دوت سيم دي دوت كوم ات ان ويب سيت اوف ديل اوف حشيش ليغال اند اش ماريخوانا دونك من بعد هاديك حطيت يونس رفدت راسي واحد الشيخ يدير ستوب لي دالي برايم هادوك لا تشيتشي كدا شيخ شيخ هابط من سويسرا ولا من زيريخ ركب معايا كانت عندو واحد ساون هادوك تاع بي كريبس او شنو كلاسيك هادوك لي تباعو 60 اورو 60 اورو لعبت هاكا شغل بيس هادا الشيخ بورجوا كما سيت نسكلو في راسي وما قدرتش بعد ما خلطيت لو كارت فيزيت قال لي حط لي هنا قلت له كارت فيزيت واحد بيلصق فيا ما عباك واحد بيلصق فيا واش قلت له قلت له عندي زطلة هرب ديريكت قلت له عندي زطلة هرب طاك شريف كلش جاي شيخ عاقل جاي شباب بوجوا جاي شغل قاولي دار في عايش ما دونكوليوني داكارو قلت له زطلة هرب قال لي انا صام دي باس صام دي باس شغل لي فيو بعد حطيتو هاد الشيخ في دالي برايم شكون واحد داخل كوميرس ومسكين يعرف يسكن في دلالة يسكن في دلالة يخدم في دلالة يعرف سيد علي درديشة يعرف اسمه هاد فلة حومة لابس قميص قال لي انا ما نعرفش نقرا قلت له كارت فيزيت كتا قال لي عطيني كاروشيرة قلت له نعطيك من بعد قصرنا قال لي عندي بوني شباب بوب ماني هو بزناس يخدم في دلالة وخايف العقيبة كاع عباك وين شكون شتا ديك بابا علي قبل البراج هادوك لي فيلا شابين ملفة انتي بصح يخدم شغل صوالي بزنس عطيت له زوج كوالا شي راسي خو نعطانا بوني بوب ماني خو صافي بليزي بصح شنو لا بون خو ما جونا لا شكون لي زانيك دوت لي صراو سينو مدام تي يتسنى فيا في المفلان تاع نانت جي داخل هادوكا تاكل لي راسي كدا اي على بلا بلي نطلع على كل حال سي با زام بروبلام هاديك الشيخ بدي يزيخ عليا اللي كنت قلت لكم الشباب قالي بدي يزيخ عليا قال لي نسمع الحوسي منا قال لي انا صام دي باس كدا زعما شغل افيس تاع لي جون صار لو دي باس انا نفهم هاد الكود انا قلت لكم ضارب ساعه سواتش بين مشلب ذهبي هو يدي ستوب مسكين جاب يا ربي هابط بزوريخ ولا من كندا وانا كي جاي رحت قلت له عندي منظمه في كنديان او سيت وين راني نقصر معاه راني خايف يسرق هالي يا قدو منظمتي 47 سنه قدو منا 47 سنه منظمتي بوندو وجيك شغل بوجا كابابي يشل عليه يقول هذا قهوه يخليك منه جوزني كافي صارت لي في بالي قبايل يسرقونا منظمه قوريات وعاد يقول صاحو يكون قبيلي يعني قد ما يكون قبيلي قد ما يستاهل قورية وانت قد ما تكون عربي قد ما تستاهل هندي عايش قبي والله عشتها في الغربة سيبو بالله انصورية بصاصة صفرية الجيخ المهم قورية فرنساز ولا قورية كيباك واسي بلا مام حنا لي زاجين نحبو لي فرنساز نحبوهم مام هما على بالهم ريحت مع صحاب غربة كدا الناس كبار يهضرو فرنسية لي فرنسي دوسوش كاع على بالهم بلي نتوما لي زوجيان تحبوا لي مضمات فرونساز كاع على بالهم
نتوما مدام فرنسيز ما بيش واش ديروا لها وتخطفوها شو جاي لوجيك في الجيري فرنسا. المهم ما نطولش عليكم مدام تي راكي باك سوار شاي تسنى وانا يخلص الفيديو سمحوا لي نهضر بزاف لاخت ارتيست ومام طون سيت كرونيك اني با انا هكا ما كملتهاش تما راح نكوبي مازال تاع في قلبي وهادي نقصرو زوطولو وهادي بيس اند لوف اند ريسبكت يو.